السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم طاجين ديال البقري بالبرقوق والزبيب، عفوا بالبرقوق واللوز. عندي هنا كيلو ديال اللحم ديال البقري، وعندي هنا معلقه صغيره ديال البزار، خرقوم معلقه كبيره، قزبور يابس معلقه ديال الخرقوم صغيره، والملحه حسب الذوق، والزيت. عندي نص كاس ديال الماء، وجوج بصلات كبار مشلضين. عندي 150 غرام ديال البرقوق، وعندي هنا الجنجلة اللي غنفند فيه البرقوق، وعندي هنا عواد ديال القرفة. غنبداو بسم الله. غنجيب الإناء فاش غادي نخلط. أول حاجة غادي ندير فيه ديك التوابل كاملة اللي ذكرت في الأول، غنديرها نخلطها مع بعضياتها. غنضيف الماء، غادي نخلط ديك التوابل حتى تنسجم مع بعضياتها، وغنضيف اللحم. غندوزو كامل هكا حتى كيدوز في ديك الخليط باش كيجينا فتي ورطب. كل ما تشرب لنا ديك الشرموله كيجي احسن. صافي دابا راه شرملتو كامل، غنخليه يتشرب ليه واحد المده 5 دقائق. غنجيب الطاجين، غنخوي فيه الزيت، غندير شويه ديال البصله، ونبدا نستف اللحم ديالي كامل في الطاجين. حتى كنساليه، وغنخوي ديك العطريه اللي بقات ليا في الاناء فوق اللحم. من بعد غنزيد البصله اللي بقات ليا، كنديرها من الفوق، ونضيف الزيت. دوز ندير اللوز يتسلق ليا، غنديرو في كاسرونه ونضيف عليه الماء ونديرو فوق البوطة حتى يتسلق. نجيب كاسرونة أخرى غندير فيها البرقوق حتى هو، ونضيف عليه الماء ونديرو يتسلق، ونضيف جوج أعواد ديال القرفة، عفوا معلقة ديال الزبدة، غنديرو حتى يتسلق. وغندوز نحرك الطاجين ديالي، راه بدا كيتشحر مزيان. غادي نقلب اللحم ديالي مزيان هكا، ونخلي يطيب على عافيه مهيل، ونغطي عليه، وغنضيف عليه اللي نسيت ما ضفتهاش في الاول، وغنغطي عليه ونخليه يطيب. كما كتشوف معايا البرقوق ديالي ها هو راه بدا كيتعسل. غنضيف عليه السكر، جوج معالق كبار، دائما الحلاوه كتبقى. وغنبقى نحركو هكا وناقص عليه حتى كيتعسل مزيان. عاد كنحيدو من فوق العافيه، اللوز ديالي راه تسلق ليا ونقيتو، دابا راني كنقلي فيه. وغنبقى نحركو حتى هو مره مره حتى كياخذ ليا اللون، وكنحيدو من فوق البوطه. الطاجين ديال اللحم ديالي هو هذا، هو طاب ليا. دابا غادي نزينو معاكم. كما كتشوفوا معايا البرقوق تعسل ليا، وغادي نبدا نفندو في الجنجلان بهذا الشكل. انا غنبقى هكا حتى نساليه كامل. كما كتشوفوها هو راه زينتو كامل بالبرقوق. دابا غنضيف على اللوز
اللي قليت غادي نبدا نخويه من الفوق ومن الجوانب. دائما الزين كيبقى اختياري كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديال الطاجين ديالي، جا على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم، وما تنسونيش من اللي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.